السلام عليكم، تبارك الله عليكم. نهاركم جميل ان شاء الله ويتكمل جميل ان شاء الله. معكم نور الدين السملالي، تاجر في قيصرية الحمامة بمدينة تطوان. اليوم كنعيشوا واحد النهار ماشي كيف حال النهورة كاملين، كما عشنا حياتنا كاملة بالحق. اليوم استثناء اليوم، غيكون نهار جميل ان شاء الله بإذن الله. كما اليوم واحد النهار تبارك الله طاحت الشا، الحمد لله تصبح هذا، واللي في الليل طاحت شوية الشا، وكنتمنى ويتكمل هذا النهار كما قلت لكم يكون نهار جميل ومن اجمل ايام ان شاء الله ديال المملكه المغربيه اليوم، ومع ديما مع الحضور المشرف ديال المنتخب الوطني المغربي في قطر في كاس العالم، في منافسه كاس العالم. كنتمنى وتكمل الصوره ان شاء الله اليوم، غتكمل الصوره باذن الله السميع العليم، غتكمل الصوره وغتكون صوره جميله، صوره جميله بزاف. اليوم معكم ك متتبع الشأن الرياضي المغربي ومتتبع المنتخب الوطني المغربي، دائما كنت شغوف بهذا المنتخب هذا من الصغر ديالي، وكنتمنى اليوم ما يتعاودليش النهار اللي ديال 98. كنت جالس مع الاخ ديالي الاكبر في واحد المقهى وتقهرنا بزاف، تقهرنا بزاف داك النهار هذاك. اليوم كنتمنى ما يتعاودش داك النهار هذاك، كما قلنا وكما جات الصحافه اليوم تبارك الله عليهم مشكورين على هذا المجيء ديالهم، على هذا المجسم هذا ديال كاس العالم. هذا المجسم هذا هو الحلم اللي تحقق له قبل ما يتحقق الحلم ديال 2018. جاتني هذه الفكره وبغيت نطبقها على ارض الواقع، وعدلته قبل من 2018، قبل من الهدف ديال ضرار في مرمى ديال الكوت ديفوار. قبل منه كان عندي هذا معدل مع وليداتي في الدار، وفرحنا به، فرحنا بالتاهل ديال 2018. كانت كاس العالم في روسيا كانت مزيانه بزاف بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي تبارك الله عليهم، كانوا مزيانين، ما وفقناش الحظ. ثاني مره كنت تقهرنا فيها، وانما اليوم ان شاء الله معاكم مع هذا المجسم هذا اللي تعدل عدلته في 2018. اليوم كفكره كان كيفاش راودتني الفكره، هو انه كان المنتخب كيلعب الاقصائيات قبل من الماتش ديال الكوت ديفوار، راودتني الفكره وصايبته وفرحنا به كما قلت لكم. واليوم كنتمنى تكون به الفرحه الكبيره، كما فرحت به مع وليداتي وهديتوني وليداتي في التاهل ديال 2018. اليوم كنهديه للشعب المغربي كامل، وقاطبه والناس ديال تطوان خاصه، اللي بغى يجي يتصور مع كاس العالم اللي صايبتو انا، كاس العالم اللي صايبتو انا. مرحبا بهم، يجيو خاصه الناس ديال تطوان يجيو ياخذوا صوره في الرون بوان ديال الحمامه مع المجسم ديال الحمامه، غياخذوا صوره مع المجسم ديال كاس العالم بالمجان، ما كاين لا فلوس لا والو. وهذه هي الفكره وهذا هو الواقع اليوم، وكنتمنوا بالليل يكون واقع اجمل ان شاء الله. تبارك الله عليكم وشكرا.